نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، ضحية طيبة وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية من الإذاعة الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن الوضع الذي تعيشه تونس غير مسبوق، ويتعهد بتفكيك شبكة الفساد وإعادة الحقوق لأصحابها. رئيس المجلس الشعبي الجزائري في زيارة رسمية إلى تونس ابتداء من اليوم. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى أعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير. وفي شؤون الشرق الأوسط، مصادر مقربة من المحادثات تقول إن إسرائيل تسعى إلى إجراء أي مسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. إلى تفاصيل. بمناسبة عيد الجمهورية الموافق للخامس والعشرين من جويلية، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكلمة إلى الشعب التونسي، أبرز ما جاء فيها في الورقة التالية مع زياد حسنية. في الذكرى 67 لعيد الجمهورية، أكد رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة موجهة إلى الشعب التونسي بأن الوضع الذي تعيشه تونس غير مسبوق، وهو صراع بين نظام سياسي جديد ومنظومة لم يقع تفكيكها بالكامل. أما الوضع الذي نعيشه اليوم هو وضع غير مسبوق، وضع صراع بين نظام سياسي جديد ومنظومة لم يقع تفكيكها بالكامل. أتذكر أبا الطيب المتنبي: إنني غريب كصالح في ثمودي، غريب عن هذه المنظومة التي عادت لتتشكل خلال المدة الأخيرة. وليعلم الجميع أن المرحلة القادمة لن تتم إدارتها بشرعية أسقطها الشعب. جمهورية جديدة نبنيها لا مكان فيها للصوص ولا للخونة ولا للعملاء. ولاحظ رئيس الدولة بأن النتائج الإيجابية تنتهي غدا السبت فترة تعميرية بطاقات الاختراط في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة إلى الناجحين في بكالوريا 24 و2000 على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر خدمة الإرسالية القصيرة SMS وعبر موقع التوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار الجمعة 2 أوت القادمة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أنها سهلت في بداية الأسبوع الجاري العودة الطوعية ل 162 مهاجرا من تونس إلى بوركينا فاسو، وذكرت في بلاغ لها أنه منذ جانفي 24 و2000 عاد أكثر من 4100 مهاجر إلى ديارهم طوعيا من تونس إلى 28 وجهة مختلفة. وفي تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، في فجر اليوم 94 بعد 200 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا أفراد قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجروهما فور نزولهم داخلهما بمخيم يبنى برفحة، كما أعلنت قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة خان يونس. هذا وأقرت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم بمقتل جندي إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة أثناء استهداف جرافة من طراز D9 بصاروخ مضاد للدروع. وفي الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال أن 3 من جنوده أصيبوا في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية. من جانب آخر، وثقت وزارة الصحة في غزة استشهاد 30 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية، كما استشهد فجر اليوم فلسطينيا في قصف استهدف منزلا في حي الصحابة وسط مدينة غزة. ودبلوماسيا، أفادت مصادر مقربة من محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأن الكيان الصهيوني يسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن، وهو ما يعقد التوصل لاتفاق ينهي حرب الإبادة المستمرة منذ 9 أشهر وخلفت حوالي 130 ألف بين شهيد وجريح في صفوف الفلسطينيين العزل.
وقالت المصادر ذاتها إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية. وأضافت أن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد. وفي لقائه أمس في واشنطن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب على غزة. من جهتها، ضغطت أمس نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بشدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال محادثات جمعتهما، ووصفتها هاريس بأنها كانت صريحة. ومن المنتظر أن يلتقي نتنياهو في وقت لاحق اليوم في ولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري ورئيس السابق دونالد ترامب. نقطة ونهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن الوضع الذي تعيشه تونس غير مسبوق، ويتعهد بتفكيك شبكة الفساد وإعادة الحقوق لأصحابها. رئيس المجلس الشعبي الجزائري في زيارة رسمية إلى تونس ابتداء من اليوم. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير. وفي شؤون شرق الأوسط، مصادر مقربة من المحادثات تقول إن إسرائيل تسعى إلى جهد أيام مسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. ختام النشرة قدمها لكم ياسين اللافوغالي، للقاء.